بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. تعالوا بقى نعمل مع بعض صينية البطاطس بالفراخ، ولا أروع ولا أحسن من كده. دي جد طعم لذيذ تحفة، وفي نفس الوقت سهلة وسريعة. لو انت مستعجلة في أي وقت تقدري تعملها كده في ثواني، مش هتاخد منك طياب حاجة خالص، لأن هنطيب نص الطياب بتاعها على البوتاجاز والباقي في الفرن. تعالوا بقى ندخل مع بعض نشوف عملناها ازاي. أول حاجة كده بنقول بسم الله، ناخد معلقة سمنة كده على النار، يفضل طبعا يكون سمنه بلدي، اللهم صل على سيدنا محمد. هنحط معلقه السمنه، وبعد كده هتكوني انت طبعا غاسله الفراخ بتاعتك ومنضفاها حلو قوي. عرفنا هنغسلها ازاي، هتغسليها وتنضفيها حلو قوي زي ما قلت لكم قبل كده. هتنقعيها كده بطماطمايه، تدعكيها بطماطمايه كده وليمونتين شويه ملح، تنقعهم شويه وبعد كده تشطفيها حلو قوي. صفها بقى من الميه وتدي لها صدمه بقى في اللهم صل على سيدنا محمد في السمنه اللي انت حضرتها في الحله. اي كميه بقى انت هتعمليها على قدكم. هتحط كميه الفراخ، وبعد كده هتجيبي بقى بصلايه تقطعيها عليها اي تقطيعه انت حباها، برده مفيش مشكله خالص، بصلايه كده واحده وتقطعيها عليها، اللهم صل على سيدنا محمد. زي ما قلت لك هتقطعي البصلايه اي تقطيعه، قطعتها كده صغير. انا حتى ما حطيتش البصلايه كلها، لان انا هحط بصل برضو كتير على البطاطس. انا بعمل الطريقه دي لما ببقى مستعجله. انت طبعا عشان تعملي الفراخ في الفرن لازم تهدي عليها وتسيبها تاخد بقى وقت كتير في الفرن عشان تستوي كويس. فانا لما ببقى مستعجله او كده فانا بعملها بالطريقه دي على السريع. الاول كده بشوح الفراخ، اللهم صل على سيدنا محمد، على النار كده في معلقه سمنه. هتحطي البصلايه، تخرطي بصلايه، وبعد كده هتحطي الملح بتاعها، تظبطي الملح بتاع الفراخ، اللهم صل على سيدنا محمد، على حسب الكميه عندك. وبعد كده هتحطي بهارات فراخ، هتحطي زعتر، هتحطي ورق لوري، هتحطي اللهم صل على سيدنا محمد حبهان، شويه قرفه كده، تمام قوي. فلفل اسود طبعا ده ضروري يعني، اللهم صل على سيدنا محمد. هتقلبهم وتسيبهم كده ياخدوا تشويحه حلو على النار. وبعد كده اللهم صل على سيدنا محمد، هتكون انت مجهزه بقى 3 4 طماطمات كده ضرباهم حلو قوي في الخلاط. لما الفراخ تتشوح معايا كده تشويحه حلوه، هنبقى ننزل عليها دلوقتي بالطماطم. هنكون مجهزين ايه بقى؟ هنجهز اللهم صل على محمد حوالي 3 بصلات كده كبار بصل، 3 بصلات كده. هننضفهم ونقطعهم حلقات جوانح زي ما انت حابه اي تقطيعه. هتحط عليها على البصله بقى شويه، شوف التكه بقى هتخلي طعم الفراخ معاك حلو. هتجيب بس البصلة وتحط عليها بقى شوية ملح، شوية فلفل اسود، شوية قرفة، جميع الحاجات اللي احنا حطيناها على اللهم صل على سيدنا محمد على الفراخ هتحطيها، بس هتزودي الكمون. وتبتدي اللي انت تدعكي البصلة حلو قوي بايدك، الحركة دي هتدي طعم حلو لصينية البطاطس بتاعتك. انت طبعا ممكن تشكلي بقى، تحطي بطاطس، جزر، اللهم صل على سيدنا محمد، ارنبيط، كوسه، اي خضار بقى انت حباه. انا هعملها بس بالبطاطس، انا عندي كوسه بصراحه بس اولادي ما بياكلوهاش، فانا هعملها بالبطاطس بس. هتمسكي البصل تدعكيه حلو كده بايدك في جميع التوابل اللي انت حطيتيها. بصي ما عندكيش اي توابل من ده، هتحطي بس فلفل اسود والملح. كفايه الفلفل الاسود والملح بصراحه برضو حلو قوي. عندك بقى تعزيز الطعم انت التوابل اللي قلتلك عليها، مفيش مشكله خالص. هتدعكيها كده البصل دحكه جامده كده بايدك، طبعا ايدينا نضيفها بقى بنشتغل في الاكل على طول. هتكوني بقى مجهزه برضو اللهم صل على سيدنا محمد بطاطس اي كميه برضو انت حباها، تغسليها وتنضفيها كويس قوي، تقطعيها كده ترانشات، هتقلبيها مع البصل في الصينية اللي هتدخل الفرن.
وحطينا الطماطم طبعا على اللهم صل على محمد على الفراخ عندنا، وهنسيبها كده الطماطم مع الفراخ تاخد لها غلوتين ثلاثة كده مع بعض. واحنا جهزنا كده صينية البطاطس. على فكرة انا كنت مستعجلة وانا بعمل، فانا نسيت اهم حاجة هو التوم. اللهم صل على محمد، هتحطي برضو التوم، تدقي توم تدقيه وتحطيه برضو مع البصلة كده وانت بتدعكيها بالتوابل بتاعتها. اما تحط التوم مع البصلة كده هتدي ريحة بصراحة جميلة جدا. هي صينية البطاطس كانت حلوة قوي، بس اللهم صل على محمد التوم هيخليها احلى واحلى كمان. انا نسيت بصراحة التوم لاني كنت مستعجلة. زي ما بقولك انا لما بعمل الطريقة دي ببقى مستعجلة عشان ما بتاخدش معايا وقت كده في السوا. انت بمجرد ما حطيت الفراخ اللهم صل على محمد الشوح شوية وحطيت عليها الطماطم وسبتها شوية على النار بتستوي خلاص، الفراخ دي ما بتاخدش سوا عكس ما هتحطيها في الفرن. بعد كده هتاخدي بقى الفراخ بالصوص بتاعها كله وتفضيه في الصينية اللي هتدخل الفرن اللهم صل على سيدنا محمد، وهتزوديها بس مية وخلاص، وتسيبها بقى تغلي كده شوية على النار. هتغطيها طبعا وتسيبها كده على النار، على نار البوتاجاز من فوق، على ما تكوني ولعتي بقى نار البوتاجاز، فرن البوتاجاز او اي فرن هتعملي فيه يسخن بس شوية، على ما تاخد لها غلوتين معاكي على البوتاجاز. علشان ايه ده كله؟ عشان بس ما تاخدش معايا وقت في الفرن. انت لو انت مش مستعجلة عليها حطها بقى براحتها خالص في الفرن، هتبقى عالي العال. بس احنا عشان استعجلة بس فاحنا هنعملها بالطريقة دي، وبجد هتبقى حلوة برضو تحفة. تشوحيها بس البهارات والبصل والحاجات اللي قلتلك عليها دي هتدي لها طعم حلو اوي. واعملي البصلة زي ما قلتلك وحط عليها التوم، اوعي تنسي بقى زي التوم المفروم. هزودها كمية مية حلوة كده علشان لما تشرب هتشرب طبعا المية بتاعتها، لغاية لما تستوي يبقى فيها شوية صوص كده صغيرين، هتبقى كده تمام. اللهم صل على سيدنا محمد. انا فضيت الميه اهوت زي ما قلت لك، هزود كمان شويه بس طبعا. كلنا بنعرف نعمل صينيه البطاطس الفراخ في البطاطس، بس طبعا ده بقول تاني مره بقول لكم، انا بوجه كلامي للبنات اللي لسه مش عارفين يطبخوا في المطبخ. طبعا كتير بنات بيتجوزوا هما ما بيعرفوش يطبخوا، فبيرجعوا بقى للفيديوهات اللي زي دي يتعلموا منها. فانا طبعا بعلم البنات، واكتر بناتنا بقى بيبقوا مستعجلين فعايزين طرق سريعه كده يخلصوا بقى حاجتهم بسرعه، فدي حاجه من الطرق السريعه للاكلات طبعا، وفي نفس الوقت تدي طعم حلو قوي، يعني في نفس الوقت طعم وسرعه. طبعا هتغطي الصينيه وتسيبها على البوتاجاز شويه غلوتين. انا كنت بعمل رز بقى ابيض، حط عليه لبن وسمنه اهوت، حط عليه اللبن اهوت، ده رز على فكرة، بس حط عليه لبن وسمنة ومية طبعا والملح بتاعه بس كده، جنب صينية البطاطس دي بالفراخ تبقى تحفة جدا. بمجرد بس ما الفراخ تاخد لها غلوتين تلاتة كده وتبص تلاقيها استوت او قربت استوت، هتدخلها الفرن تكمل سواها. وبعد ما طلعت من الفرن واحمرت تاخد خدت وش طبعا، تولعي الشوايه تاخد وش كده، شايفين بقى الجمال تحفه جدا ما شاء الله عليها، شكلها حلو قوي، ريحتها ونفسها ما شاء الله جميله جدا. انا عايزاكم تجربوا الطريقه ديت، هتعجبكم بصراحه، مش هتبطلوا تعملوها بالطريقه ديت، وهتبطلوا بقى الطريقه التانية المملة.